طيب، الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضرب الفصائل في العراق بشكل مباشر وعلى الأرض العراقية، وضربات قوية وخطيرة ومؤذية إن صح التعبير. بالنسبة للحوثي، لماذا تبتعد الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه مثل هذه الضربات لجماعة الحوثي التي هي التي تضرب بشكل مباشر العمق الإسرائيلي، بل استهدفت USS كارني المدمرة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية في خليج عدن وحتى على مستوى البحر الأحمر؟ طائرات مسيرة كانت متجهة تجاه USS كارني، والقيادة المركزية الأمريكية اعترفت بهذه المسألة في أكثر من مناسبة. لماذا الابتعاد عن توجيه ضربة لجماعة الحوثي؟ إذا جاز لي أستاذ أحمد أن يعني أحلل هذا الموضوع، أعتقد بأنه الأمريكان يعرفون تماماً أنه أي ضربة توجه للفصائل بالعراق هي مؤذية. مؤذية لمن؟ مؤذية لحجم المصالح الكبيرة اللي مرتبطة بهذه الفصائل في العراق. يعني الفصائل في العراق هي ليست عبارة عن قوى عسكرية تملك رشاشات وصواريخ ومدري إيش، لا، هي عبارة عن استثمارات بمليارات الدولارات في داخل العراق، مصالح تجارة، توريد بضاعة، أشكال ألوان، قضايا، كلها لا تشكل قضية السلاح إلا جزء بسيط منها. الأمر مختلف بالنسبة للحوثي. الحوثي ليس لديه مثل هذه المصالح. الحوثي كما قلت قبل قليل قد يستمتع بالضربة، قد يعليها، قد يكبر من شأنها، قد تأتي الضربة لصالحه. الفصائل في العراق تخشى، وهذا هو السبب اللي حصل فيه أو من أجله انقسام واضح في الرأي غير معلن وأحيانا معلن بين الفصائل، بين من يدعي أنه يقاوم ويلوم الآخرين لأنهم قاعدين، وبين من يلوم الفصائل لأنها تعرض مصالح الجميع للخطر في مثل هذه الضربات الغير مسؤولة والغير رشيدة وإلى آخره. فلهذا ترى الولايات المتحدة عندما تضرب هي تؤذي الجميع، وهي تعرف أن الجميع سيتأذى، وبالتالي قد يرتدع من لا يرتدع بهذه الضربات. أما بالنسبة للحوثي، ربما ستؤدي هذه الضربة كما قلت إلى انتعاشه، إلى زيادة الدعاية إلى في المنطقة، إلى تكبير حجمه، إلى إسكات خصومه وإحراجهم وغيرها من القضايا. أعتقد إذا لم أكن مخطئا هذا هو السبب. وربما خلال الأيام القادمة قد تفكر البنتاغون، أن يفكر البنتاغون ويعني يعبر عن احتجاجه أيضا كما حصل في الشأن العراقي، ويدعو إلى ضرب الحوثي، وقد نرى ضربات الحوثي في المستقبل القريب. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع بحساباتها أمن المملكة العربية السعودية إذا ما أشعلوا الأمر مع جماعة الحوثي؟ ممكن لجماعة الحوثي أن تستهدف مستودعات أرامكو ومخازن الطاقة وغيرها وتدخل المنطقة بأزمة كبيرة للطاقة؟ تعتقدهم يضعون هذا الأمر بحساباتهم أيضا؟ نعم، ربما، بكل تأكيد. تعرف حضرتك أستاذ أحمد أنه أي ضربة الآن توجه على المستوى النفطي أو كذا سوف تشعل الأسعار في العالم كله، أسعار النفط، وهذا ليس في مصلحة إدارة بايدن الآن بالموضوع الاقتصادي بالذات. وتعرف أنه إدارة بايدن تنزعج كثيرا من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الوقود والاقتصاد العالمي في أزمات كثيرة، في حل عن مثل هذه الإضافة الغير سارة بالنسبة له بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأوبك بلس وسعي المستمر لرفع الأسعار وإلى آخره. فبالتالي أيضا هذا ليس من مصلحة أحد، أنه هناك بطل رخوة للاقتصاد اسمها النفط السعودي وتأثر هذا النفط بأي حركة عسكرية في المنطقة. فبالتالي نعم، قد تكون هذا جزء أساسي من المخاوف الأمريكية والغربية عموما من فتح جبهة جديدة مع الحوثي حقيقية، أعتقد أنها ستفتح بعد انتهاء قضية غزة.